مواجهة التحديات التي يمر بها التعليم في فلسطين، نظمت وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة طوباس والأغوار الشمالية الملتقى التربوي الأول، والذي جاء تحت عنوان الفاقد التعليمي تحديات وحلول. اليوم جئنا إلى محافظة طوباس، هذه المحافظة الممتدة حتى الحدود الأردنية، هذه المحافظة التي تستهدف من قبل الاستيطان والمستوطنين. جئنا لنؤكد لأهلنا في طوباس بأن بالعلم نرتقي، وأن العملية التعليمية يجب أن تأخذ حقها، وأن الفاقد التعليمي مهم أن يتم تعويضه خلال الأيام القليلة القادمة. وقامت محافظة طوباس بهذه المبادرة القيمة وهذه المبادرة الجيدة التي بها سوف إن شاء الله نعوض الفاقد التعليمي ونحسن من أداء أبنائنا أو بناتنا داخل المدارس الممتدة على أرجاء المحافظة. نعم، يأتي هذا الملتقى من أجل رفع القدرة الطلاب على تخطي التحديات التي يقوم بها الاحتلال. كما تعلم أن الاحتلال يحاربنا في كل المجالات، أحد هذه المجالات هو التربية والتعليم. يوجد في محافظة طوباس مدارس التحدي، الحواجز الموجودة في طوباس تؤثر، تعرق العملية التعليمية، وبالتالي يأتي هذا الملتقى لتطوير أداء المعلمين من أجل القضاء على الفاقد التعليمي الذي يعانيه طلابنا. سنبقى نطور هذه المناهج، سنبقى نتحدى الاحتلال في كل مناحي الحياة من ضمنها التعليم. وجاء هذا الملتقى ليعالج مشاكل التعليم بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بفاقد التعليم الذي لم يتلقاه الطلبة على مدار الأعوام السابقة، وإيجاد السبل والاستراتيجيات من خلال إقامة مبادرة التقليل من الفاقد التعليمي التي وضعت العديد من الحلول لهذه المشكلة. يعني هذه المبادرة أتت في الوقت المناسب لمحاولة التقليل من الفاقد التعليمي بقدر الإمكان. كيف حاولنا أنه استخدمنا استراتيجيات متختلفة من أول التعلم والنشاط، حيث قمنا بإدراج الطلبة نفسيا على العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه استخدمنا أيضا بما أنه هو التعليم المدمج، أخذنا الطلاب التعلم الإلكتروني، الصف المقلوب، أعطاء حصص عبر التيمز، مهمات تعليمية إلكترونية، ومختلف الطرق اللي استخدمناها، بالإضافة إلى عملية تفريد التعليم للحقول التعليمية وأوراق علاجية أو إثرائية. وإلى جانب إقامة الملتقى التربوي، زار وزير التربية والتعليم دار المحافظة بطوباس، حيث ناقش مع الحضور الواقع التعليمي في المحافظة، وقام بجولة في مدرسة بنات طوباس الثانوية. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، طوباس.